اي نعم. ايه باكر لو امتى؟ اي وقت؟ لا باكر ان شاء الله. اهلا وسهلا. اسمع ولك. شنو ولك؟ اسمع عليك. شنو لك؟ اسمع اخوي. ايه الاجرام احترام. شوف اسمع هسه شوف لو اسمع ثيناتا، بس قبل ما تشوف وتسمع، انت طبقت الدراجه مو؟ انت طبقت الدراجه مو؟ انت طبقت الدراجه مو؟ لا انا جاي اسالك، انت طبقت الدراجه مو؟ انت اللي كنت تسوق طبقتها لو لا؟ طبقتها. اه شوف اجانا امر نتخلص على الاخ تعذيبه؟ لا ايش بيه هذا سيدي؟ اوه هذا هذا ينشر ايه؟ وصاير لي محلل ايه؟ العراق والوطن وبلد الحضارات وانا احبه وبلد الانسانيه. انت طبقت الدراجه مو؟ لا انت طبقتها لو لا؟ لا انا جاي اسالك طبقت الدراجه لو لا؟ انت طبقتها لو لا؟ انت مو كنت تسوق؟ ايه طبقتها. ايه كمل لي. هذا لازم نشوف بيتهم وين على مود باتشر، لو عقبه نخلص عليه. متفقين ماشي؟ ايه بس طبقت الدراجه مو؟ انت طبقتها لو؟ ولكم هاي ايش دا تسوون؟ ايش دا تسوون؟ ما تقولوا لي ايش دا تسوون؟ تردون تقتلون بني ادم؟ وروح على ابويا الوضع خراب، وروح على ابويا الوضع فلت، ولكم ايش تردون تسوون بالعراق؟ ولكم هذا العراق قتلتوه ما بقيتوا بيا حد؟ ولكم ليش؟ اسكت لك اسكت لك تالي وقت انت وهذا تقتلوني من ام داني لام داني لام داني. ولكم ولكم هذا العراق كان بلد الحضارات، ما ادري ايش راح يصير بيه، كان بلد الحضارات. هي تسويتوا بيه انت وانت انتوا صرتوا تتحكمون بمصير اكبر بلد. يلا قوم قوم انت قوم وخذ هذا وياك من ام داك ام داك ام داني. وين ما تريد